ما الفرق بين السماح من الله بالتجارب وبين المشيئة؟ ربنا بيسمح في نطاق حرية إرادة الإنسان وبيحاسب. الفرق بين السماح والمشيئة إن مشيئة الله كلها خير، مشيئة الله كلها خير، والله لا يشاء إلا الخير. أما السماح فربنا بيسمح إن الخاطئ يخطئ والقاتل يقتل والظالم يظلم ويحاسب. ففي فرق بين السماح والمشيئة.